فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا دفع الإنسان ثمن السيارة واشتراها لكنها بقيت في يد البائع أو في المعرض فتلفت، فهل يكون لها حكم الجائحة؟ لا، هذه على ملك المشتري، على ملك المشتري، تلفت على المشتري. نعم، الجائحة في الثمار يا أخي، ما هي في السيارات وفي الأراضي والبيوت، لا، في الثمار خاصة. نعم.